لنا بفكرته مستوحاة من مقولة رائعة للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. هذا الحماس اللي انتم شفتوه منذ قليل نابع من القلب، من الإحساس بالبلد، يولد المصري والجينات الوطنية فيه، تايوان ولا الصين ولا أي حتة في الدنيا. إحنا كده، خلقتنا كده، نتولد بنحب البلد دي، مستعدين نموت عشانها.